خوتتي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم خوتتي داخل الوطن وخارج الوطن. سمحوا لي شحال هادي ما لحقتش فيديو. اليوم بغيت نشارك معكم شويه ديال المكرونه العربيه للعشاء، وبغيت نبدا معكم مقادير ونقول لكم شنو غندير فيها من دابا باش نبدا معكم طريقه التحضير. عندي هنا كيلو ديال اللحم ديال 8 ديال الاشخاص، عندي هنا حك كميه ديال مطيشه الحك، وعندي هنا الخرقوم بلدي وشويه الملحه ومكعبات ديال الكنور وسكنجبير وشويه البزار والتحميره، وعندي هنايا جوج بصلات ميان مشلضين، وعندي هنا كاس معامرش ديال العنبه ديال الزيت، وهذا الحبق غادي نخليه حتى الاخر وغادي نديره، وعندي هنايا كيلو ديال المكرونه هذه الطاليانيه زوينه ما كتعجنش كتجي زوينه في الطياب. دابا بسم الله غادي نبدا معكم مقادير. شنو غادي ندير في الاول؟ غادي ندير شويه ديال الزيت، غندير هذا الزيت اللي درت كاس معامرش ديال زيت العنبه ديال كاس العنبه غادي نديرو هو، وغندير البصله غادي نديرهم يتشحروا مزيان، وعاد غادي ندير نتبع مطيشه الحك. وها نتوما معايا تنكمل معكم المقادير. خوتي ها هي البصله كتقلى مزيان، البصله خصها تقلى مزيان عاد دير مطيشه ديال الحك، ومطيشه الحك حتى هي خصها تقلى مزيان باش ما تجيش مكرونه حامرة حامضه، باش ما تضر لا في المعده ما دير حرقه ما والو، كتقلي مطيشه الحك مع البصله مزيان. غندير دابا مطيشه الحك تقلى مع البصله مزيان، عاد ندير العطريه وندير اللحم. خاصها تبقى تقلى حتى تولي مطيشه بحال زي الكحوليه شويه تحمر مزيان، تقلى باش ما تبقاش ما دير لك لا حرقه لا والو ما تضرش المعده. دابا تتقلى مطيشه ونعاود ثاني نكمل معكم المقادير. ها هي المطيشه تحمرات هي تقلات مطيشه ما بقاش في هذيك الحموريه كما كانت. دابا غادي ندير العطريه هنايا، غادي ندير الضماد ديال الكنور اللي ما بغاهمش ما يديروهش، يدير غير الملح، انا داير شويه ديال الملح وضماد ديال الكنور. كاس ديال الماء، ندير شويه الماء باش تخلط ليا ديك العطريه تخلى مزيان. نزيد واحد كاس ما عطيش سبحان الله، واخا تزيدي فيها الماء كتقصاح كتعقل. هاي دابا غادي ندير اللحم معاها تقلى مزيان شويه عاد غادي نروق. دابا غنخليها تقلى واحد شويه وغادي نزيد الثومه والربيع، وعاد غادي نخليها عاوتاني تقلى وعاد نرويها. خوتاتي ها هو اللحم طاب دابا تقلى مزيان هنايا مع المطيشه والبصله والعطريه، غادي ندير الثومه والربيع صافي دابا، وغادي نرويها وغادي نخلي داك الشيء طيب على راحتو، نقص عليه البوطه ونخليه طيب وعاد نكمل معكم الفيديو. غندير الماء طيب، هذا الماء خليته طاب مزيان، وعاد غادي نخويه في الطنجره دابا باش فيسع داك الشيء طيب، ومع المكرونه دغيا طيب. انا ما درتش في الكوكوط ما درتش في الطنجره بالضبط، درت غير في طنجره عاديه، غادي نكثر الماء شويه باش تلقى المكرونه فين طيب. صافي دابا نحركها شويه هكا، وغادي نغطيها ونخليها واحد ساعه الا ربع بحال هكاك، وغادي نرمي المكرونه. وتاتي هي دابا غادي تبدا تغلي، غادي نغطيها ونخليها تطيب على راحتها. وتاتي ها هو اللحم طاب، دابا غادي نرمي المكرونه تطيب، وغادي نحسب ليها ثلث ساعه ونطفي عليها.
غادي نغطيها ونخليها حتى طيب على راحتها. بصيتي المكرونه طابت، دابا غادي نحط هذا واش التنيه ديالها. درت الحبق قطعته ودرتو عليها زدتو عليها من الفوق باش يلاه دابا شويه. هذه قطعت الحبق ودرتو من الفوق، وكتبغي طيب هذا المكرونه الايطالياني زوينه، كتبغي طيب مزيان ماشي بحال الاخرى ديال المغرب غير كتفرتت. هذه كتشد الطياب شويه ولكن جات زوينه، حتى في المذاق ديالها زوينه. هانتوما معايا غادي نحطها في الغسيل ونوريكم الشكل النهائي ديالها. خوتاتي هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق، شوفوا كيفاش جا مع هذا البخار كيطلع، كتبانش مزيان. مع البخار ما قدرتش نقرب الكاميرا للتفصيل، جات بنينه وزوينه. خواتاتي ما تنساوش تعطيني رايكم في هاد المكرونه كيفاش جات، وتديروا لي بارطاج ولايك واشتراك وتعاليق زوين. الله يحفظكم خواتاتي، شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه وعلى التعاليق الزوينه اللي كتخليو لي. الله يحفظكم.